السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي على قناتكم قناة ليرن سبانيش ويد أمينة. هذا الفيديو بإذن الله سيكون مراجعة بعض الكلمات التي قد تطرقنا لها في دروس سابقة. سيكون الدرس عبارة عن حوارات، فلنبدأ الآن. Comment te llamas? Me llamo Amina. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de Argelia. Soy de Argelia. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. Tengo 25 años. جرب أن تترجم هذا النص لوحدك. كل الكلمات الموجودة في هذا النص أو في هذا الحوار قد تطرقنا إليه. ¿Cuál es tu color favorito? El verde. ¿Dónde trabajas? Trabajo en una oficina. Trabajo en una oficina. ما هو لونك المفضل؟ لوني المفضل هو اللون الأخضر. أين تعمل أو أين تشتغل؟ أعمل في مكتب. ¿Qué viene esta niña? ¿Quién es? Es mi hija. ¡Qué guapa! إنها فتاة رائعة. من تكون؟ إنها ابنتي. ¡Qué guapa! ما أجملها. ¿De quién esa camisa? Es esta camisa Juan. No señor, no es mi camisa. ¿De quién esa camisa? ¿Bimen hada el camis? ¿Es esta camisa Juan? ¿Hel huo camiso Juan? No, señor. No es mi camisa. Innahu camisi. La seyidi. Innahu camisa. Mi camisa es azul. Camisi azraq. Los regalos. El hadaya. ¿Qué son todas esas bolsas? لمن كل هذه الهدايا؟ كرر معي. Que son todas esas bolsas. Les compré regalos a todos. لقد اشتريت هدايا للجميع. كرر معي. Les compré regalos a todos. Nos compraste regalos. هل اشتريت هدايا لنا؟ كرر معي. Nos compraste regalos. هل اشتريت هدايا لنا؟ Sí. Le compré unos zapatos a Fernando. نعم، لقد اشتريت حذاء لفرناندو. أغلب هذه الكلمات تطرقنا لها من قبل، لذلك أرجو منك مراجعة الدروس السابقة. Qué color le compraste? أي لون اشتريت؟ Negro. أسود. Negro. Y le compré una falda a Katrina. واشتريت تنورة لكاترينا. Falda. تنورة. Falda. Te compraste algo para ti? هل اشتريت شيئا لك؟ Claro. أكيد. Me compré un vestido. لقد انتهى فيديو اليوم ودرس اليوم. أتمنى أن ينال إعجابكم وتكونوا قد استفدتم من الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم للاستفادة جميعا. شكرا جزيلا لكم لدعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله.